كيفاش قلت لي؟ قلت الله يطول في العمر. والله يشوف الرفيع ما عرفت 16 113 دليلان 113 ايه ما شاء الله الحمد لله الحمد لله يا الله زين الرحيل صافي امين امين ان شاء الله. شكون هنا بعد في هذه الناحيه هذه؟ راه دار دار الفوق راه دخلوا لي الحاج من الفوق يا امين امين لان مع واحد الجماعه في توريد توريد انا متوريد نسكن في توريد زياده ديال وجده وجده العمله لان مع الناس ديال توريد فقيه كان فقيه عارف انت عارف المنطقه عارف جا المغرب اشترته وبرو ما لقى البركه غادي نمشي ولا لا احنا عادي ناس أنا عاد معكم هنا تنساليو إن شاء الله. كاش جيت مع الشياشين؟ لا لا جيت بوحدي أنا حنا واعي الناس جماعة واحدة أخرى ياسين هنا حنا في جهة أخرى ونتعاونوا بيناتنا. الله يعاونكم أسيدي وتعاونوا على البر والتقى ولا تعاونوا بلاد مو عدوان. تبارك الله العظيم. الحال. وكان تما الداخل شوف سبحان الله. الحاج 113 سنة شوف الحجر اللي ها فين كاين مليح اشو هو مسدين الحاجة هذه هي الدار اللي شوف سبحان الله ربي يسلكو ربي يسلكو يا اخو والله العظيم يمكن خويا يطول العمر شي واحد شوف 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 شو الحجره اللي دخلت هنا اخوتي اخو شوف شوف الحجره قدام ربي من طول في العمر يا سي ياسين سميتك يا يونس يونس هذا الاخ يونس راه معنا في السكن تاع هو حفظة القران شحال حفظ اخويا يونس 60 حزب كاع الحمد لله شحال مسوق ديال الاخوان ثلاثه ثلاثه ديال الاخوان والجد العائله كامله الطبع ديال الوالده فيها 15 واحد 15 واحد الحمد لله الحمد لله سبحان الله باش عجبني هذا السيد هذا الحمد لله اجي له ثلاثه اخوت الجدة العائله كلش 15 واحد ربي يسهل ان شاء الله تولي الامور لاهلها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هذا مسكين توفى حتى هو الوالده ديالو الوالده ديالو الوالد والوالده سي حافظ 45 حزب مسكين سي عمر غادي يكون ان شاء الله توا محافظ القران ان شاء الله ان شاء الله 60 حزب ان شاء الله الله يرحم الجميع ان شاء الله